على بركة الله، التحقوا بنا اليوم بإذن الله تعالى. أتيت لكم بدرس هام وهام للغاية. كثير جدا منكم بيجهل هذا الأمر، بالرغم من أنه الآن يطبق غربيا على مستوى العالم، بيأتي بنتائج فعالة وغير عادية في الكثير جدا من الأمراض. نبدأ على سبيل المثال: التوحد، الصرع، اضطراب النبض، اضطراب ثنائي القطب. بعض منكم ممكن بيعرفش هذه الأمراض، بس البعض يعاني منها، أكيد رح يفهم الأمراض هذه. ايضا اللي هو الخلل الهرموني، ايضا اللي هو صعوبه النطق سواء كان عند الصغار او عند من يعانوا من مشكله اللي هي الجلطه. بعد انك انت لا قدر الله تصاب او يصاب شخص بالجلطه، فما بيستطيعش ان هو يستعيد النطق مره اخرى. فبهذه الطريقه استطاعوا، بالاضافه الى الخلل الهرموني، بالاضافه لكثير جدا 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 من الامراض، خاصه النفسيه والاكتئاب والقلق والارق وغيرها من جميع هذه الانواع من الامراض. اللي هو العلاج بالموسيقى. قد تظن أن العلاج بالموسيقى أو ما بتفهماش أنه هو وليد اليوم أو وليد اللحظة، بينما هو على العكس من ذلك تماما. هو من أقدم العلاجات المعروفة على مستوى العالم عبر التاريخ. نتكلم مثلا عن أول، على فكرة، من استخدم هذا العلاج، اللي هي الحضارة اللي هي اليمنية القديمة للغاية. أيضا استخدموه الفراعنة بشكل كبير وكبير جدا في المعابد وفي غيره. استخدم، على فكرة، انظروا، أول من استخدم بشكل كبير ووضع عليه يعني المخطوطات بناء على تجارب وبناء على اللي هي أشياء يعني تم تجريبها وتدوينها، اللي هو الفارابي، اللي هو اخترع آلة ما تعرف بالقانون، هذيك اللي بيلبسوا مثل الأشياء اللي هي النحاس من هنا وبيمر عليه هذيك الأوتار. أيضا من الأشياء اللي ولوحد، على فكرة، الكثير جدا من الأمراض تم اللي هو شفائها بشكل مضبوط ومكرر، اللي هي يعني هي التجربة، كيف أنت تستطيع أنك أنت تؤكد أن هذا العلاج سليم، اللي هو بشيء معين، اللي هو ضمان تكرار التجربة والنجاح أكثر من مرة، يعني النجاح الدائم للتجربة اللي هي بتقبل التكرار. أيضا اللي هو ابن سينا كان في كتابه القانون المعروف يعني في الطب، هو أشهر كتاب طبي على مستوى العالم يعني في الطب القديم العربي. استخدم أيضا العود، وكان ابن سينا في ذلك الوقت لا يعترف بأي طبيب لا يستطيع اللي هو العزف، لأن من إحدى اللي هي الأشياء الخاصة، لأن الإنسان اللي هي الأخلاط اللي معروفة في طب ابن سينا، اللي هي الجسم والروح واللي هو التراب والهواء والنار وغيره، فلازم أنك أنت تستطيع أنك أنت اللي هو العزف. عموما طبيا الآن، علميا الآن، أعطيتكم نبدأ ممكن تاريخية. أيضا على فكرة الكثير جدا 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 حتى من الحضارات الغربية استخدموا يعني أغلب العباقرة أو اللي تسمعهم أنت، حتى في تذكرة أب داود الأنطاكي ذكر اللي هي الموسيقى. الموسيقى لها عدة طبعا، بس شوف، العلاج بالموسيقى الآن حاليا مستخدم غربيا، استخدم، على فكرة، شوف استخداماتها، بيشفي من أمراض في بعض الحالات مثل الصرع، بعض الحالات، شوف على فكرة، بعض الحالات تستطيع أنك أنت تستغني عن البنج اللي هو البنج العادي، وبتأخذ أو بتعزف مقطوعة معينة موسيقية بتعمل عمل اللي هو البنج، بحيث أنك أنت تستطيع أنك أنت تعمل لشخص عملية جراحية بدون أنه هو يشعر بأي شيء. يمكن أنك أنت فقط تبحث على اليوتيوب، راح تظهروا لك الوثائقيات باللغة العربية أو بالإنجليش أو بالفرنسي، راح يظهروا لك هذه الوثائقيات بتشوفها بالكامل. أيضا من الأشياء الأخرى اللي هو مرض اللي هو ما يعرف بالصرع. صرع كيف بيعالجوه؟ ولكن انتبه جيدا، الموسيقى ما هيش اي موسيقى تك 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 تك، لا، الموسيقى هي كيف بتأثر في الجسم. الموسيقى هي لما بتأتي بتدخل للأذن عن طريق موجات. الموجات هذيك لما بتدخل الأذن بتتغير لما بتصطدم في الآخر اللي هو بالطبلة، بعد ذلك بيحولها اللي هو الأجزاء الداخلية للجسم، بتحولها الدماغ، بتحولها على هيئة موجات. الموجات هذه بيستقبلها الدماغ، وبناء على قوة الموجات هذه بيتجاوب معها الدماغ، بيفرز أشياء أو مركبات أو عناصر أو أنزيمات. منها الأنزيمات اللي بتكون عصبية، اللي هي أحيانا في مسألة اللي هي القلق أو الأرق، بيفرز أنزيمات مضادة لهم، فبالتالي بيصير فيه استرخاء أو ما يعرف بالميديتيشن، اللي هو زي لما بتأتي أمام البحر بتجلس هكذا بتشعر بالراحة. لماذا؟ لأن ما بتخليكش بتفكر في أي شيء. فيه موسيقى معينة بتعطي اللي هي مؤشرات أو دبدبات بيتفاعل مع جسم الإنسان في إطلاق نواقل عصبية أو كيميائية بتدعو للنوم، هذه في حالات الأرق. وجد علميا أن
الكثير جدا من انواع هذه الانواع هي الموسيقى اللي هي من الموجات هذه اللي بيتاثر بها العقل، اللي هي تعرف بالفا وبيتا وجاما. راح اشرحها لان موضوع طويل جدا، راح اشرحها في حلقه يعني مفرده لوحدها، بس هي نفس هذه الطريقه. في اشياء ثانيه بتدعو الى الحركه، في اشياء ثانيه او موسيقى ثانيه بتردد معين بتعطي بتدخل الاذن بتحفز اللي هي مراكز الذاكره والنطق. هذا هو اللي كما أخبرتك لمرضى التوحد، لمرضى اللي هو المرضى على سبيل المثال اللي عندهم فقدان ذاكرة أو عندهم مشكلة خاصة اللي هي ألزهايمر أو غيره، بالإضافة إلى بعض الأشياء اللي أنا سبق ذكرتها اللي هي الأشياء البدنية أو بعض العناصر. من الأشياء الثانية اللي لم أذكرها أنا اللي هو طريقة استخدام الموسيقى في ايضا نوجد ان هناك حتى بعض الامراض اللي هي الروحيه ايضا تطرد هذيك او الموسيقى هذيك النوع من الموسيقى بيطرد اللي هو الطاقه السلبيه اللي بتكون موجوده في الجسم، اللي هي ما تعرف بتقويه الهاله. لو كتبت الان موجات هكذا في اليوتيوب لتقويه الهاله، الناس اللي دارسه علوم طاقه بتعرف هذا الامر. خلاص الموضوع انت مش متخصص الان مثلا في مساله انا من وين بدي اعرف ان هذه الموسيقى هي اللي بتنتمي الى حالتي انا، من وين بعرف هذه الموسيقى. ايضا حتى مرضى اللي هو القولون العصبي هذاك الوسواس او ما يعرف به الوسواس او الرهاب او الوسواس وغيره من هذه الامراض، انت كيف تعثر عليها؟ ممكن تبحث انت على اليوتيوب اذا كان في مصادر تثق فيها، ممكن بتشوف اللي هي بعض هناك هذا النادر جدا انك تجد في الوطن العربي، ممكن في دكتور او اثنين او ثلاثه على الاكثر اللي هو بيعالجوا بمساله الموسيقى، او ممكن تبحث على اليوتيوب مصادر تكون طبعا موثوقه حتى غربيا لو تستطيع انك انت كتابه باللغه الفرنسيه او الانجليزيه او بعض اللغات اللي هي الثانيه الاسبانيه فموجود الامر. لو مش موجود انا شخصيا راح اضع في القناه اللي هي في الفتره القادمه باذن الله تعالى اللي هو راح تجد مجموعه بالكامل يعني هكذا بتجد فيها مثلا موسيقى لعلاج مثلا على سبيل المثال اللي هي او لجلب النوم مثلا التخلص من الارق، الموسيقى للتخلص من القلق، موسيقى للتخلص من اللي هي امراض القولون العصبي، موسيقى للتخلص من الوسواس والطاقه السلبيه، موسيقى لتقويه الهاله، راح اضعهم هكذا في جداول وتصنيفات فيديوهات. تستطيع تاخذ اللي ايضا حتى لمرض التوحد وغيره يعني جميع انا حصلت على اللي هي المجموعه كامله باذن الله راح اقوم برفعها. لكن المشكله هي وين؟ المشكله في اليوتيوب بعض الناس اللي رفعتها بالترددات العاديه. هي صحة الموسيقى بترفع وبتجيب نتيجة بالترددات العادية الموجودة على اليوتيوب، ولكن لازم انك انت تقوم بعمل لها اللي هو ريندر او اللي هو اعادة استخراج ب اللي هو التردد 432 اللي هي نداء صوت الطبيعة. لو وجدت الحلقة هذيك انت مش عارفها ان هذا التردد اللي هو التردد الطبيعي للصوت ان هو ما هوش موجود لا في المذياع ولا في الهاتف ولا في الكمبيوتر، الا يجب انك انت تقوم بتغيير الصوت لكي يؤثر في جسم الانسان. لذلك بعض الناس اللي هي بتسمع القرآن ولديها بتجد سحر او غيرها ما بتتأثرش، لان الان اصبح من 1900 تقريبا 40 او 45 كما ذكرت انا في حلقة اللي هي صوت نداء الطبيعة تم اللي هو تغيير هذا التردد. انا راح ارجعكم للتردد الطبيعي اللي بيستخدم جسم الانسان اللي هو ما يعرف بالتردد الكوني. خليك معي في هذه الحلقة، راح يظهر لك مربع كامل خاص بهذه الحلقة وبالترددات، راح تفهم انت الموضوع اكثر. انا شخصيا امنحوني بس بعض الوقت باذن الله تعالى سوف انزلكم هذا الامر بالترددات المضبوطة. تمام. فالموسيقى هذه راه علاج الان اصبح بياتي بنتائج لا يمكن تخيلها. حتى في بعض حالات اللي هي الشلل او الجهاز لما بيحدث هناك مشكله في الجهاز العصبي والليمفاوي فبيحدث فيه مثل اللي هو الشلل الكامل، الاثنين بيدخلوا يعني في بعض بيصير يعني فيه مثل التعارض في الرسائل في الماسنجر يعني اللي بتطلع بيصير فيها مثل الخلل او مثل التضارب فتاتي بنتيجه ونتيجه كبيره للغايه. فاريد اني انا يعني حاولت اني انا انوه على فكره حتى الأطفال اللي لديهم مشكلة مثلا في التعلم، مشكلة أيضا حتى في مشكلة اللي هي الدراسة، وجد إن الاستماع إلى موسيقى موزارت، انتبه جيدا موزارت، هذه بتمنحهم إذا استمعوا لها لكم في اليوم بتستمع لها على الأقل لمدة نصف ساعة ساعة إلا ربع، ويجب أن تكون على فكرة علاج الموسيقى بيمتد من شهرين إلى غاية 3 أشهر. بتسمعهم على فكرة بيجب انه هو يكون بسماعات هايدفون اللي هي الدائرة الكبيرة هكذا مش بسماعات الهاتف، يجب انهم يكونوا ليس الدعاية ولكن من نوعية جيدة. انا شخصيا انصح بالجي بي ال
لم تضعهم ما بتضعهمش على الأذن مباشرة من هنا، لأنه ممكن تسبب في خلل في اللي هو السائل السمعي اللي بيكون موجود في الأذن، وبتضعهم السماعات بيكونوا أسفل من هنا، بيكونوا موضوعات هنا تستطيع أنك أنت تسمع بهم حتى يوميا على المدى الطويل للغاية بدون أي مشاكل في الأذن، ما بتضعهمش هنا كما بيفعل الكثيرون جدا، تضعهم اللي هي الدوائر بتضعها هنا. تمام. طيب هل موسيقى موزارت هذه هي اللي ايضا مفيده حتى في مساله اللي هي الصرع، عندما قارنوها بموسيقات اخرى عملوا يعني مجموعه من هنا ومجموعه من هنا، سمعوا هذا مجموعه او على المدى اللي هو شهرين موسيقى موزارت، هذا سمعوهم على مدى شهرين موسيقى اللي هي اخرى، فوجدنا موسيقى موزارت هي اللي بتاتي بالنتيجه. السر مش معروف الى غايه الان، ممكن لان هي بالتردد الكوني القديم، بعد ذلك بتاتي موسيقى بيتهوفن. فأنا حبيت أني أنا أشارك معكم هذا الموضوع بإذن الله. جميع الموسيقى اللي بتعالج جميع الأمراض سوف أطرحها كاملة في قناتي، ولكن أمحوني بعض الوقت لكي أقوم بتغيير التردد. لو بتشوفني بعد وقت راح تجدني وضع الرابط في أول تعليق خاص بهذه المجموعة اللي راح أعملها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.